شيرين لحد دلوقتي واخده 570 الف دولار، لم تقدم تنازل عن اي اغنيه في الاربعه اللي سلمتهم لحد دلوقتي لشركه توبتانا. بعت لنا الهوا. في البداية خلوني أرحب بكم، أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين متابعي قناتنا قناة ياسمين في اليوتيوب وأخبار النجوم، ولكل محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب. النهاردة هيكون معنا تطورات جديدة في أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا ميوزك. خلونا أقول لكم في البداية إن الأزمة لما تكون فنية أحسن بكتير ما تكون أزمة نفسية وعاطفية، يعني أزمتها مع شركة روتانا أحسن بكتير من أزمتها مع حسام حبيب، وإن شاء الله كل أزمتها دي تنتهي قريب. تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي حصل. الفنانة شيرين عبد الوهاب أصدرت بيان صحفي مهم جدا، وده عبر صفحتها الرسمية الجديدة، وبأكد على كلمة الجديدة دي على السوشيال ميديا علشان الموضوع ده فيه كلام هقول لكم عليه دلوقتي. المهم خلونا دلوقتي في النقطة دي، شيرين بتحذر الجمهور من التعامل مع أي محتوى يتم نشره، وده عبر حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو على قناتها القديمة على اليوتيوب. وضحت لنا شيرين أن الحسابات القديمة ليست تحت سيطرتها، وأن في نزاع قضائي قائم حولها. وبتأكد شيرين دلوقتي ان اي محتوى يتم نشره عبر هذه الحسابات زي اغنية بتمنى انساك واللي يقابل حبيبي وهنحتفل والاغاني الجديدة اللي جاية ومن المقرر طبعا نشرها في المستقبل ملهاش هي اي علاقة بيها. كمان شيرين بتدعو جمهورها لعدم تصديق اي محتوى يتم نشره عبر الحسابات دي، واكدت انها دلوقتي لا تمتلك السيطرة عليها، وان هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني، وده لان شيرين دلوقتي عندها منصات جديده على انستجرام والفيسبوك وعلى اكس وتيك توك وكمان قناه الواتساب بتاعتها. طب ايه الحكايه دي بقى؟ النقطه اللي قلت لكم هاجلها شويه. واحد من محبي شيرين عبد الوهاب ومن جمهورها كان فاتح صفحه على الانستجرام وصلت لمليون متابع، طبعا في حب ودعم شيرين. بعد ما عرف وشاف كل المشاكل اللي حصلت مع شيرين قرر ان هو يديها هديه غاليه جدا، قرر ان هو يهديها بالصفحه دي اللي فيها مليون متابع. وفعلا شيرين اخذت الصفحه دي ونزلت عليها الاغاني الجديده زي اغنيه بتمنى انساك واللي يقابل حبيبي وكمان هنحتفل. والحمد لله الصفحه دي حققت ملايين المشاهدات، وبدات بالفعل الصفحه دي تنتشر جدا على السوشيال ميديا. مش بس كده، ربنا طبعا عوض شيرين بالصفحات دي، الصفحات الجديده اللي جايه من حب الجمهور ليها. مشاعر تشاور، وبالفعل شكرت شيرين المتابعة دوا وبدأت تنشر عليها الأغاني. علشان كده الكل بيقدم الدعم لشيرين، ناس كتير جدا بتحبها وبتقدم لها الدعم، سواء بقى من الجمهور والمشاهير والنجوم وكمان الإعلاميين. وطبعا كلنا ما ننساش الإعلامية وفاء الكيلاني اللي بتحب شيرين جدا ودايما بتدعمها، وكمان شيرين قدمت لها الشكر، مش هي بس، كمان هيفاء وهبي وغيرهم كتير. المهم ده مش موضوع حلقتنا النهاردة، تعالوا بقى دلوقتي نشوف ايه اللي حصل وايه اللي حصل في أزمة شيرين مع شركة روتانا. بعد الأغاني القديمة اللي نزلتها شيرين لسه من كام يوم زي أغنية هنحتفل وبتمنى أنساك زي ما قلنا واللي يقابل حبيبي، شركة روتانا هي كمان قررت إنها تنزل أغنية، والأغنية دي اسمها الدهب، الأغنية دي لشيرين. شيرين بقى معجبهاش الموضوع ده واعتبرت إن ده انتهاك لحقوقها الملكية الفكرية، وده بسبب أغنية الدهب، واتقدمت فعلا ببلاغ لنيابة الشيخ زايد، واتهمت في البلاغ المنتج الفني للشركة توني سمعان، اتهمته بسرقة أغنية الدهب. اما الشركه بقى كان ليها رد فعل تاني، المستشار محمد حلمي والمفوض العام لشركه روتانا بمصر قال في تصريحات خاصه ان هم كمان اتقدموا ببلاغ يحمل رقم 798198 من الشمال، بيتهموا فيه شيرين عبد الوهاب بالتشهير وبتقديم بلاغ كاذب. مش بس كده، ده كمان من كام يوم كانوا متهمينها بالتزوير، وقال ان هم ارفقوا مكالمات صوتيه مسجله ما بين شيرين عبد الوهاب وما بين الموزع الموسيقي توما وما بين كمان المنتج الفني للشركه، بتكشف ان شيرين وافقت على تسليم الاغنيه. شيرين مش عاوزه تلتزم وتنفذ العقد، راح تتعاقد مع شركات تانية وعقدها ما زال ساري ما اتفسخش، المحكمه ما قالتش في حكمها فسخ، المحكمه ادت حكم تهديدي شرط جزائي، وانا اللي اصطلحت معاه عليها هو الشرط الجزائي الحكم، اصطلحت على الحكم ولكن ما فسخناش العقد. ممكن اديك الفويس بصوتها والمدير الفني بيقول لها فين يا شيرين الاغنيه عشان الحق ابسها،
سلمتها له يوم 31/1 وقالت له كلم توما وارسلت له تليفونات توما وتوما تواصل معاه. ده كلها فيوسات ما بين المدير الفني لشركه روتانا الاستاذ توني سمعان والنيابه استدعته من لبنان وصل القاهره وادلى بنفس المعلومات دي. واكد وقال كمان ان شيرين سددت مبلغ 8 مليون جنيه ليس لفسخ العقد زي طبعا ما شيرين والمحامي الخاص بيها الاستاذ ياسر قنطوش قال ان الكلام ده غير صحيح. وقال ان شيرين لما سددت ال 8 مليون جنيه دي لم يكن اطلاقا مقابل فسخ العقد ولكن لاخلالها بتنفيذ بنود العقد الموقع سنه 2019. وقال ان شيرين عبد الوهاب تقاضت مبلغ قدره 570,000 دولار مقدما للتعاقد ولم تنفذ العقد. واكد وقال ان شيرين عبد الوهاب بعت لنا الهوا وهنا طبعا بيتهمها بالنصب. واخده 570,000 دولار لم تقدم تنازل عن اي اغنيه في الاربعه اللي سلمتهم لحد دلوقتي لشركه روتانا. بعت لنا الهوا. اما الاستاذ ياسر قنطوش بقى محامي شيرين اكد وقال ان نيابه الشيخ زايد احالت بلاغ شيرين بقى الى نيابه الشؤون الماليه والتجاريه علشان تفحص المستندات المقدمه من وكيل الفنانه وده حول مخالفه روتانا الحقوق الملكيه لشيرين بخصوص اغنيه الذهب. وياريت كمان الموضوع واقف لحد كده الا كمان الملحن عزيز الشافعي اتعرض لمضايقات وتضييق عليه وده من خلال منصه ميتا المالكه لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وده طبعا بعد ما شارك شيرين عبد الوهاب في الترويج لاغانيها الجديده اللي هي طبعا من تلحينه واللي سببت ان شركه روتانا للصوتيات والمرئيات ان هي تحذفها. وطبعا زي ما كلنا عارفين ده بسبب الخلاف اللي ما بين شيرين وما بين طبعا شركه روتانا بسبب انتهاء مده العقد سواء او لا. قال الاستاذ عزيز الشافعي ان حساباته على الفيسبوك بيحاولوا ان هم يقيدوها وده ملوش اي سند قانوني. واضاف وقال ان كل الكلام اللي بيحصل ده يعد خرقا لقوانين حمايه حقوق الملكيه الفكريه حيث ان حقوق المبدع او صانع العمل الاصلي لازم يتمتع بحقوق النشر واعاده النشر مره تانيه والاداء العلني كمان علشان يتم الترويج لاغنيته او يتم الترويج للعمل اللي هو ساهم فيه. وقدم رجاء للشركة المعنية مراجعة إجراءاتها في هذا الشأن لأن أي ضرر بيلحق بيه يعتبر ممارسة ليس لها أي أساس قانوني. مش بس كده ده شاور وسلط الضوء على نقطة مهمة جدا قال إن هو لا ينبغي أن تكون العلاقة ما بين شركات الإنتاج وما بين المبدعين الأصليين على هذا النحو. يعني من الآخر إنها تكون مسألة حرب المفروض إن هما في جبهة واحدة والمفروض إن الكل بيعمل على طبعا تقديم أغاني جميلة للجمهور يستمتعوا بيها ما يبقاش فيها المشاكل دي كلها. ولكن خليني أقول لكم إن الشيء الجميل في الأمر هو إصرار شيرين عبد الوهاب دلوقتي إنها ترجع زي الأول بالرغم من كل الخسائر دي والحرب اللي بتخوضها دلوقتي لكن فعلا بتحاول إنها تكون زي الأول ومركزة دلوقتي في كل مشاكلها حتى على الناحية الفنية وعلى تقديم أغاني جديدة حتى بالرغم الأغاني دي بتعمل لها مشاكل زي ما كلنا شفنا طبعا أزمتها مع روتانا ميوزك. وعلى فكرة كل اللي بيحصل ده شيء جميل بالرغم من وجود المشاكل الكل هنا بقى بيدعم شيرين كل اللي بيحبها. انا مش عايزه اقول الكل يعني عايزين نقول حتى بنسبه 98% الناس اللي بتحبها بس اما ال 2% الباقيين بقى مش عارفه موقفهم ايه. لكن الحقيقه احنا اعتراضنا في الاول او اعتراض ناس كتير من الجمهور كان على نشر مشاكل شخصيه زي مشاكلها مع حسام لكن يا ريتها زي ما بيقولوا تيجي على قد المشاكل الفنيه وده لانها هتيجي عليها وقت وهتنتهي. المهم تفضل صورتها كويسه قدام جمهورها وتحاول انها ترجع زي ما بتعمل دلوقتي علشان كده الكل بيقدم لها الدعم وبنقول لها مهما كانت المشاكل اللي حصلة دلوقتي لكن مبروك للأغاني الجديدة وبنوجه لها رسالة خاصة وبنقول لها إن شاء الله ترجعي وتكسر الدنيا وهتكوني أحسن من الأول بكتير. تحب تقولوا إيه النهاردة في نهاية الحلقة لشيرين؟ لحد هنا النهاردة بشكركم جدا جدا طبعا لمتابعة الفيديو للنهاية وبرحب بكل متابعيني الجدد أهلا وسهلا بكم. أتمنى دايما أن أقدم لكم كل جديد وكل معلومة وخبر تحبوا تسمعوها عن كل النجوم اللي بتحبوهم. بشكركم للمرة الثانية وبرحب بكم قناة ياسمين تيليوتيوب وأخبار النجوم.